مشاهدينا الكرام في موقع الدرويش اليوم، نحييكم ونرحب بكم في حلقة جديدة، حلقة استثنائية ضمن برنامج لقاء مفتوح. نستضيف في هذه الحلقة والد أشرف أقباش الذي وفاته المنية الأسبوع الماضي إثر خطأ طبي. يقول والده عندما خضع لإجراء عملية جراحية لاستئصال الدودة الزائدة أو بنديسي كما يسميها البعض. وفاة أشرف أقباش ترك صدمة كبيرة لدى المحيط الذي كان يعيش فيه الطفل أشرف، حيث فوجئ الجميع بوفاة هذا الطفل الولياء الذي كان يتابع دراسته بإعدادية موليوس بالدريوش، وكذلك ضمن الفئة الصغيرة لجمعية الوفاء لرياض الدريوش في فريق لكرة القدم. صدم الجميع بوفاة أقباش، وكتبت المواقع الإلكترونية لا أحد فهم ما الذي حصل. تساءل الجميع ما الذي حصل للطفل أشرف. لمتابعة كما وعدناكم هذه القضية نستضيف السيد المهدي أقباش والد الطفل المتوفي أشرف أقباش. سي المهدي أهلا وسهلا بك. بداية تنتخدموا في الدرويش تودي بالتعازي الحارة ديالنا في وفاة ابنكم أشرف أقباش. لازال العديد يتساءل ما الذي حصل للطفل أشرف، لذلك استضفناك في برنامج لقاء مفتوح. أهلا وسهلا بك. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، ولله ما أخذ ولله ما أعطى. أنا أب أقباش أشرف ضحية الأسبوع الفائت. كان لي ابن صغير أتمتع به ويدنو مني، مهم بصراحة وأتكلم بطلاقة وبفصح. كان عندي واحد دري صغير مرض ليا في الدار، ديته للسبيطار المركزي، من بعد ديته العيادة، من بعد ديته عيادة أخرى، خرجوا لي الدواء، كنستعمل الدواء، كديته عيادة ثانية، خرج لي الدواء، قال لي حيد هاد الدواء، استعمل هاد الدواء، كنسولو كنستفسرو، كيقول لي غير مريض شوية مصرم وكذا وهادي، يعني شحال المدة ديال المرض ديالو اللي كان مريض؟ مدة راه النهار اللي بدا المرض ديته ل شحال المدة اللي عاد وصل العملية؟ المرض اليوم غدا ديته للسبيطار، عطاني دو جور، قال لي هاد النهار، قلت له عطيني دو جور شهادة مدرسية، قال لي لا نعطيك هاد النهار اللي عينتو، صافي دوز الخميس، الأربعاء الخميس، الخميس ديته عاود، دوزت عند في العيادة عند دكتور، قال لي راه غالي عندو آلم شوية، راقو خرج لي شي دواء. من بعد الخميس الجمعة السبت الحد الحد بقى كيحرقو شوية، قال لي بابا ديني دوز لي عاود، قلت له ما كاين مشكل. نهار الاثنين ديتو للعيادة أخرى، قال لي حيد هاد الدواء، استعملو هاد الدواء يمكن يخفف عليه. فعلا استعملتو داك الدواء، الاثنين ثلاث الأربعاء، قالوا لي شحال يبقى الدري ما عارفينش شنو فيه، أنا نديو العربي، ديتو العربي، بقيت كنسنى تما في المستعجلات، عطاوني واحد الورقة، قال لك حتى الأربعاء 16/4 رجعت دير التلفازة. جيت في الأربعاء أنا هذاك النهار هذاك، جيت في العشية تلاقيت الوالدة ديالو، قالت كندوزو أنا عند واحد الدكتورة، شوفو شنو غادي تقول لينا. بالفعل في النهار الأربعاء دوزنا له التلفازة، قالت لك يمكن عنده غير شي حاجة بسيطة، شي حاجة هنايا عنده في المصارم، ما غادي نقول لكمش انا دابا استعملتو له الدواء، اللهم ديوه ديرو التحاليل. ديناه الاربعاء الخميس في الصباح، ديناه للعرويد برساله منها مضمونه، وصلنا للاستعجالات، استقبلونا، دوزنا له التحاليل، قال لك فيه البنديسي معروفه بالدوده الزائده. صافي شنو غادي نديرو؟ قال لك ديوه للناظور. مشينا للناظور، دخلنا للسبيطار الحسني، كنسقسيو على الدكتور ديال الأطفال، قال لك راه مشغول يمكن ساعة يمكن ساعة ونص غادي يخرج. خرجنا بربعة قلنا الدراري علاش غادي نمرتو معانا، شوفو شي مصحة ولا شي مصاري. قال لك واخا لكن هاديك ممكن نمشيو. سولنا على واحد الدكتور، قال لك واخا كاين، عطاونا نمرة التليفون، تكلمنا معاه، قال لك مرحبا. ديناه، شاف الدري،
قلبوا قالك سيدي صافي نديرو العام، عطيتو داك الشهادة ديال الإثبات ديال لأنه عنده غير مصرمة زايدة، صافي قالت ديو على كلينيك، ديناه المصحة، صافي جرات العملية، خرج من بعد العملية عادي، زعما ما فايتش، كتهضر معاه كيحرك راسو كيبتسم عادي، صافي دوزت العشية معاه في الصباح، في العشية جيت للدار، في الصباح مشيت عندو. عيطت لي الوالدة ديالي قلت راه زاد عليا الحريق، مشيت لتما لقيت الدري زاد عليا الحريق والحالة اللي خليتو فيها ماشي هي هاديك داير لي تميو هنا كيخرج شي دم كحل ما مفهومش، سولتهم قالك راه غير هذاك التخدير اللي عندو في المعدة كيحيدوه له باش يفيق، طلبت الدكتور ديالو قال لي انا المسؤولية راه صافي درتها انا ديك العملية درت له العملية صافي راه كاين المسحه هي اللي غتقوم بالواجب تكمل الاجراءات، دكتور راه الحاله اللي خليته فيها البارح ماشي هي ديال اليوم، راه زاد عليه الحال، حاله محرجه، قال انا ما عندي ما ندير له، انا المسؤوليه ديالي انتهت هنا، واش فهمت؟ من بعد بقى كيزيد عليه كيجي السخانه هكذا كنشوف ديك المساعده اللي كانت تما دكتوره كتقول لك كنقول لها خصك ديروا الاسعافات كتقول لك سير شري هذا الدواء بعد سير شري هذا الدواء وصل نص نهار زاد عليه الحق زاد عليه نوضوا تما الغوات العائله وكذا وني شافوا الحاله ديالو كتدور بزاف والانسان غير مبدود ما عارف شنو داخل فيه المهم اش غادي نقول لك جاو داك المسؤولين اللي تما الاسعافات كذا هذه خرجوا من الغرفه خرجنا من الغرفه قال غادي نديروا الاسعافات كذا هذه ما عرفتش شنو كيديروا تما الداخل كذا هذه داروا له شي تلفازين كانوا ولا شي مساله هكا صبرنا واحد شويه قال لك خرجوا من المسحه على برا خرجنا من المسحه على برا قال لك الدري راه غادي يهبطوا لتحت الانعاش انا في الاعتقاد ديالي راه عندهم الانعاش ما غادي يهبطوا للانعاش شنو كتسمى غادي يهبطوا للانعاش خرجونا دارنا حيله ولا ما فهمتش انا شنو وقع خرجونا من المسحه قال لك اسيدي الدكتور سولته قلت له كيفاش الدري قال لك تبعوه للانعاش فين هذا الانعاش؟ قال لك الحسني مستشفى الحسني صافي الناس مشاو في الطونبيلات تبعناهم في تاكسي وصلنا تما لسه واحد المده زمنيه قليله هذاك الدري راه توفى دابا انتم الوقت اللي قال لكم خرجوا في الحاله ديال الدري الدهورات كان مازال حي كان مازال حي وانتم كنتوا معاه في القاعه لا فاش كانوا في الغرفه هنا حنا خرجنا برا قال لك خرجوا خليتو حي خلينا حي وخرجتوا برا خرجنا برا شحال الفترة اللي بقات عاد عاد قال لكم تبعوا الحسن 10 دقائق نقول لك ربع ساعة ما نقدرش نضبط الأمور حنا الأمور كيضبطها إلا الله سبحانه حنا فترة صدمة هذه كتكون صدمة عندها كتكون العقل ديالك مشغول مع الإبن ما كتكونش الزمان ولا المكان ولا كيكون الإبن ديالك ساكن لك في القلب سواء كما كانت الحالة ديالك كيكون إنسان معك كتجاوب معاه إنسان إذا كان مريض وبعيد عليك القلب ديالك كيجاوب معاه الجوارح يعني شحال ديال الفتره مثلا تقريبا ماشي بزاف اللي خرجتو من الغرفه خليتو الدري خرجنا برا الحسني قال لك اسيدي غادي نديو الحسني الانعاش ها هو الدكتور الانعاش جات تما كدا غادي ندي الانعاش خرجنا برا جاو عندي الدراري العائله قال لك راه خرجوه لومينونس انا في ديك الحاله فاش خرجوه لومينونس ما قديتش نمشي نشوف الحاله ديالي الداخليه ما قديتش نشوف ذاك المنظر هذاك تبعتو خديت شي تاكسي وتبعتو الحسن دخلنا تما قال لك راه في الانعاش ما يمكنلكش تشوفو كاين الناس راه ملي عاينوا الحاله اللي مشاو معاه الدري اللي مشى معاه هو اللي غادي يعطي معلومات واش فهمت بعد قال لك توفى شحال ديال الفتره اللي بقى في الحسن وقالوا لك انا على ما كنظن من 12 ونص من الاذان التالي كان في نهار الجمعه نهار الجمعه عيد المؤمنين عيد الصالحين لا اله الا محمد رسول الله دخلت في 12 ونص الاذان الثاني الخطبه دازت كنت كنت سالت يمكن ما نقدرش نقول لك بالضبط قال لك اجي عمر واحد الورقه عمرنا الورقه في الاضاءه رجعتها لهم الانعاش لقيت الانسان اللي مسؤول تما الله يعمر هذا قال لهم السيد مات على برا وانا نستقبلو هنا في الانعاش ما يمكنش عطيتهم داك الورقة ما عرفتش واش سجلوا تما المسائل بأن الإبن ديالي راه كاين تما في السبيطار باش كنقول أنا مطمئن عليه صافي من بعد خرجت برا قال لك الولد توفى رحمه الله شنو درت أنا وجهوني الناس الله يكثر خيرهم قال لك سير طلع من
محكمة الاستئناف. طلعت درت شكاية شفوية ومن بعد قامت محكمة الاستئناف بالإجراءات ديالها كاملة. ومن بعد محكمة الاستئناف توجه جهتي دعوة ضد الظن. ها؟ ضد الظن. أنا عطيتهم غير الحالة ديال ولدي كيفاش تخلات لينيك شنو وقع له دار عملية وخرج من العملية دابا سيرو تبعو للحسني. والنائب اللي تكلف مأمورية وقف داك الشيء ومشى دار التشريح وعطاولي رسالة قدمتها لهم في المحكمة. النتائج ديال التشريح؟ النتائج ديال التشريح ما عنديش مضبوطة كاملة ولكن كيقول لك نزيف دموي، وقع له نزيف دموي داخلي. نزيف دموي داخلي. والأسباب ديال النزيف الداخلي؟ الأسباب ديالها ما نقدرش نحكم فيها أنا. الطبيب اللي كيحكم فيها هذا اللي داير في التشريح هو اللي كيحكم فيها. من خلال التتبع ديالك الحالة ديال ولدك عن قرب، شنو تعتقد أنت في الحالة ديالك؟ أنا كنعتقد فيها في لوبس وشنو التهاون، خطأ طبي، يمكن تهور طبي، فيها عدة عوامل. شنو كل اللي خلاك تعتقد هذا الشيء؟ هذا المعتقد هو الصراحة ما كاينش، والشفافية ما كاينش. أنت الوقت اللي ديتي الإنسان فاش كان دكتور مسؤول عطيتيه أمانة أمام الله غادي تحاسب معاه، عطيتيه أمانة واختارها ضيعها وما جاش لك حتى كلمة شكر ولا كلمة اعتذار. كنعتذر للسيد فلان، أنا الدكتور فلان كنعتذر، لكن باش الإنسان يقول لك أنا عندي عملية أنت عارف المسؤولية ديالي. إذن شنو كيتسمى؟ كيتسمى هذه المسائل تمشي قانونية، والقانون هو المسؤول الأول. دابا بالنسبة دابا حاليا دابا مات أشرف الله يرحمه حاليا أنت أشرف ديال دابا شنو باش راك تابع القضية؟ أنا تابعها على حسب القضاء. شنو درتي؟ مشيتي للإستئناف طلبوا لك التشريح، النتيجة ديال التشريح راه عندك، وماذا بعد؟ وماذا بعد؟ القضاء هو اللي غادي يفصل في هذه المسألة. واش ما كاينش جهات حقوقية؟ هذه دعوة للجميع الحقوقيين في المغرب، ولكن حقوقيين خص تقدم شكاية. بطبيعة الحال ما يمكنش أي بطبيعة الحال هذه غتكون مساندة ليا، مساندة ليهم. شكون المتهم الرئيسي بالنسبة لك أنت؟ المتهم الرئيسي هو الدكتور. أنت الوقت اللي مرض فيه الطفل أشرف وديتو للسبيطار أو الكلينيك، كيفاش كانت الحالة ديالك؟ الحالة ديالو جيدة. واش مشيتو هزو ولا مشى على رجليه؟ مشى على رجليه. وكيفاش الحالة الصحية ديال أشرف قبل ما يمرض؟ الحالة ديالو جد نشيطة، جد مريح، وهاد المسائل هادي ما غادي يمكن لكش أنا نفتخر بولدي. واش فهمت؟ المسؤول يعني هو كان في نادي ديال كرة القدم، بمعنى أنه كان في صحة جيدة. الله يرحم الجسم السليم في العقل السليم. هادي ما يمكنش شي واحد يقول لك هاد المسألة لا كذا. أمور عادية، إنسان عادي، إنسان نشيط. واش أنت؟ إنسان نشيط إلى أبعد الحدود. لا في الوسط العائلي ولا الوسط الاجتماعي ديالي ولا وسط الفئة الصغرى لكرة القدم ولا في الإعدادية ولا أصدقاء القدامى بالمدرسة التي كان يدرس بها في مدرسة الوفاء، ولا الحي كامل والتعاطف. جميع الاطراف كتعاطف معاه في هاد النزيله. اذا نداء لمن تقدم؟ كنشكر بعدا الموقع ديال دروش توداي، وكنشكر جميع المسؤولين باش يمكن لهم يدخلوا في هذه المساله هذه، وجميع الجمعيات الحقوقيه منها جمعيه الفعاله. كنطلب لهم نداء حول هذا اللبس، هذا الغموض، هذا الخطأ، ما يمكنوش يتكرر. إن أبناء أبرياء جايين من وراه، جايين ما يمكنش شغل يوقع لهم، هذه الأخطاء المتكررة، ولكن منتشرة. جميع المصحات والمستشفيات الجامعية كتعاني من هذه الأخطاء. إذا لم تكن حالة أشرف أقباش هي الوحيدة التي تعرضت لمثل هذه الأخطاء القاتلة التي
أدت إلى وفاة العديد من الأشخاص أطفالا أو نساء أو رجال، وتبقى دائما الأمور غامضة، لا ندري إن كان هناك قانون يحاكم هؤلاء الناس أو هناك أي بند يتحمل مسؤولية أي متسبب في إهمال أو خطأ. نتمنى أن تكون آخر الأخطاء التي أودت بحياة أشرف أقباش. باسمكم مشاهدينا الكرام نشكر السيد مهدي أقباش والي أشرف أقباش على هذا التوضيح، ونضرب لكم موعدا مع حلقة قادمة، نتمنى أن تكون خيرا، دمتم بخير وإلى اللقاء. الحمد لله.